فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا ثبت الحد الشرعي كحد السرقة أو حد الزنا ونحوها من الحدود، إذا ثبتت هل للحاكم وولي الأمر أن يسقط الحد بعد ثبوته لمصلحة ما؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إسقاط الحد بعدما يثبت لا بد من تنفيذه، ولكن لا ينفذه إلا الحاكم، لا ينفذه إلا الحاكم أو من ينوب عن الحاكم يتولون تنفيذ الحدود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه لكن البلاد، قد يؤجل تنفيذ الحكم لعذر، مثل ما أجل عمر رضي الله عنه قطع يد السارق في عام المجاعة. نعم.